الحاجة إلى تنمية القدرات تتزايد مع تطور الحياة وتصبح مطلوباً أساسياً عند التقديم لأي وظيفة. وتبقى اللغة الإنجليزية عنصراً مهماً خاصة مع دخول عدد كبير من المنظمات الأممية لولاية القضارف على خلفية استقبالها للاجئين الأثيوبيين الفارين من جحيم الحرب الأهلية في إقليمي الأمهر والتجراي. لذا اهتمت مراكز التدريب بجانب اللغة الإنجليزية مخاطبة وكتابة. بالنسبة للطلب الكبير المتزايد على اللغة الإنجليزية بحكم أنه اللغة الإنجليزية لغة عالمية مطلوبة في كل المجالات أيا كان التخصص بتاع الشخص، فهو محتاج جدا للغة الإنجليزية، فبالتالي كان لازم أن احنا نواكب في كمية من الدفعات اتخرجوا في الفترات الفاتت من العام 2017 لحد العام 2021، وما زال الطلب مزايد، لكن أغلب الناس كانت بتسأل الفايدة شنو من اللغة الإنجليزية، الفايدة شنو من الكورس ده، بنستفيد منه شنو؟ الكورس ده فيه أهداف، يعني هي الهدف الأولى إنه building the capacity، هو البناء بتاع قدرات وكسب بتاع مهارات على اللغة الإنجليزية، إنه كيف أنا أقدر أخاطب باللغة الإنجليزية. فبالتالي الأهمية بتاعت اللغة الإنجليزية ممكن بقت حاجة ضرورية جدا في كل العلوم أو في كل الجامعات، فهي بتعمل على أساس إنه يطور الأربع المهارات اللي هي reading والspeaking والwriting والlistening. الدورات التي وصلت لأكثر من 5 شهدت إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية بدوافع مختلفة، لكن الهدف واحد وهو تنمية مهارة اللغة. وكثير طبعا من المنظمات والحكومات والوظائف بتتطلب كذا لغة، واللغة العربية أصلا بقت ما كافية، وكل حاجة يعني بتحتاج للغة، وإنه أصلا بتزيد من ثقافة الواحد في الكرشة، في الاجتماعيات، بالنسبة للمجتمع، بالنسبة لكذا من الوظائف. مستقبليا المهنة بتاعتي بتتطلب إنه أنا أتعامل مع كمية من الثقافات المختلفة في كل دول العالم، فأنا محتاجة إنه أنا يعني أرفع مستوى التحدث بتاعي، مخاطبة لليفل بيتناسب مع المتطلبات بتاعت المهنة تبعي. كرنفال التخريج هذا يعد دليلا عمليا على مدى تزايد الاهتمام بإتقان اللغة الإنجليزية، والتي أصبحت معبرا أساسيا للراغبين في الالتحاق بالمنظمات الدولية أو الباحثين عن الهجرة. أضف إلى ذلك